أطلقت مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها المؤسسة على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف. وبحسب تقوم هذه الاستراتيجية على أساس وطني صلب لإنفاذ حقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الاستعراض الدوري. Thank you.